الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأصحاب المعالي وأصحاب السماحة والفضيلة والسعادة، ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الكلمة يطيب لي أن أتقدم لأخي معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شاكراً له هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول أيضاً للقائمين على هذا المؤتمر المهم في أرض الكنانة مصر على حسن اختيارهم لعنوان هذا المؤتمر لهذا العام. وأهمية هذا المؤتمر ترجع إلى أن مفهوم المواطنة من المفاهيم التي يجب علينا أن نهتم بها تأصيلاً وتطبيقاً على المستوى الفقهي والفكري، فإن عدم وضوح هذا المفهوم في أذهان بعض الناس قد يتسبب في إثارة البلبلة والفوضى في كثير من البلدان تحت دعاوى كاذبة. هذه الدعاوى روجتها الجماعات المتطرفة التي تنادي بوجود تعارض بين مفهوم المواطنة وبين العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكل صاحب عقل سوي وفطرة سليمة وفكر مستقيم يعلم تمام العلم أن قضية الوطن وما تفرع عنها من مفهوم المواطنة قبل أن تكون عقداً له خصائص فقهية وقانونية محددة فهي في المقام الأول، إذا تأملنا في مساحة الحياة المتطورة، هي فطرة إنسانية وجبلة بشرية، وهي أيضاً سنة كونية. قال الجاحظ رحمه الله في رسالته القيمة عن الحنين إلى الأوطان: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة. وقال في موضع آخر: إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره فالإنسان أحق بالحنين إلى أوطانه. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبد الرزق. وترى الأعراب تحن إلى البلد الجدب والمحل القفر والحجر الصلد لأنها أوطانهم، وتستوخم غيره على ما فيه من دعة وخير لأنه ليس بوطن لهم. وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يشير سبحانه وتعالى إلى شدة الانتماء الفطري إلى الأوطان، وأن الخروج من الوطن شديد على النفس، شاق، مشقة بالغة على الأرواح والقلوب. ولأن الوطن بيت وسكن لجميع من نشأ فيه وتربى في ظلاله بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه، ومع تطور الإنسانية وتوجهها المستمر الدائم نحو تقنين العلاقات الإنسانية لحفظ الحقوق والواجبات، فقد تولد من هذا المفهوم الفطري الإنساني العظيم تولد عنه مفهوم آخر فقهي وقانوني وإداري ينظم هذه العلاقة بين الأفراد على اختلاف تنوعهم وبين الوطن أو الدولة، حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه وأبدع نظام يكون فيه نفع البلاد وسلامتها من الاضطراب والفوضى. وذلك إذا ما تركت الأمور على غير هدى ونظام. وهذا المفهوم القانوني هو ما أطلقنا عليه وأسميناه عقد المواطنة.